تحياتي، رح أحكي أنا وياكم اليوم على إتيكيت الزيارات في العيد. في العيد بتكتر الزيارات العائلية، نتبادل التهاني ونصل الأرحام، نزور الأهل والقرايب ونستقبل الضيوف، ومن المهم أنه نقدم كل ما لذ وطاب من الحلويات. منقدم كمان العيديات لأطفال العيلة، وكل شخص بتمنى أنه يكون ضيف خفيف ولطيف بالطريقة اللائقة في العيد. ومن أهم قواعد الإتيكيت في زيارات العيد أنه نبدأ المعايدة من بعد انتهاء صلاة العيد وليس قبل ذلك. نبعث رسائل المعايدة ونرد على رسائل المعايدة بالمثل. من قواعد الإتيكيت أنه ما نرسل الرسائل الجماعية الطويلة عبر الجوال، ولما نبعث رسالة نبعثها مع اسمنا في آخر الرسالة. ومن المهم أنه ما نرسل كل الرسائل اللي بتوصلنا حتى لو كانت قصيرة ومعبرة. ولكل اللي عم يسمعنا من السيدات، مهم كتير طبعاً إنه نهيئ المنزل لاستقبال العيد. نحرص على النظافة، نرش العطور والبخور في أرجاء المنزل. مهم كتير إنه نهتم باستقبال ضيوفنا من أمام المنزل بابتسامة وترحاب، وأيضاً نودعهم بابتسامة ونعبر لهم عن سعادتنا بهذه الزيارة. مهم كتير قبل استقبال الضيوف مهما كنا مشغولين إنه نلبس أفضل ما لدينا من ملابس، ويفضل أن تكون ملابس جديدة، وأن يكون أهل البيت مستعدين وأعصابهم هادية. ومن المناسب إنهاء كل تجهيزات العيد ليلة 28 من شهر رمضان المبارك. مهم كتير قبل ما نزور الأهل والأصدقاء في العيد إنه نحدد موعد الزيارة ونتصل بأهل البيت قبل ما نوصل عندهم حتى لو كنا في العيد. فلكل شخص حياته الخاصة وتجهيزاته للعيد، فلا تفسدها عليه. ونصيحة أخيرة لكل أنثى جميلة تسمعنا، كلما كان مكياجك بسيطاً عزيزتي المستمعة، كلما كان أكثر جاذبية ومثالية. ابتعدي عن المكياج الصارخ والمتكلف، وكل عام وأنتم بألف خير. إتيكيت مع سالي الأسعد.